مساء الخير وأحلى تحية بوجه لكم جميعا من وين ما كنتم عم بتتابعونا، وأهلا وسهلا فيكم بيومية جديدة. يعني اليوم عم نختم شهر جديد، شهر أكتوبر تشرين الأول، إن شاء الله يكون هيك مثل ما بيقولوا ختامها مسك مع الربح والأرقام الحلوة والمبالغ الحلوة. أكيد ما هيك مريم؟ مندوبة وزارة المالية وعضو لجنة الرقابة مريم وردة، أهلا وسهلا فيك. مصور حاضرة لأول سحب؟ أكيد. يعني تحت إشرافك ورقابتك رح ننتقل مباشرة مع أول سحب، ومثل العادة يومية ثلاثة، وأول ثلاث طابات بيومية ثلاثة لليوم 31/10/2017. آخر سحب من أكتوبر 2. الطابة الثانية 8. صفر 2 8 0 أو 280 مثلا. إذا قررتوا تكسوا هالطابات بالدور 2 8 0 بهيدا الترتيب، المبلغ يلي دفعتوه تتعرفوا قد ايه بتربحوا بتضربوه ب 400 مرة. إذا ركزتوا حيلا أو عشوائيا، مهم يجوا الاثنين أو الصفر أو الثمانية بحيلا ترتيب، المبلغ يلي دفعتوه تتعرفوا قد ايه بتربحوا بتضربوه ب 70 مرة. بعد طابات يومية ثلاثة صار وقت طابات يومية أربعة، وإلى المكنة ومن جديد. هالمرة أربع طابات تسعة 8 7 9 8 7. طالعين سري تنشوف الطابة الرابعة 9 8 7 0. إذن 9 8 7 0 هول هن طابات يومية أربعة. إذا اخترتوا هالطابات وقررتوا التكسون بالدور، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه ب 4000 مرة بالدور، يعني 9 بعدها 8 بعدها 7 وبعدها 0. إذا قررتوا تلعبوا حيلا، المبلغ يلي دفعتوه بتضربوه بمبلغ أقل يلي هو 150 مرة. وبعد طابات يومية أربعة صار وقت نشوف شو رح بيكونوا طابات يومية خمسة، ورح نرجع إلى المكنة من جديد. بآخر سحب لليلة يومية خمسة اثنين ثلاثة واحد. والطابة الخامسة صفر 6 2 3 1 0. هيدا هو سري طابات يومية خمسة لليوم. إذا اخترتوا هالطابات 6 2 3 1 0 وقررتوا تكسوا بالدور بهيدا الترتيب، المبلغ يلي دفعتوا تتعرفوا قد ايه بتربحوا بتضربوه ب 40000 مرة. أو إذا قررتوا تلعبوا حيلا عشوائيا، المبلغ يلي دفعتوه تضربوه ب 350 مرة. شفنا طابات يومية 3، طابات يومية 4، وطابات يومية 5، بس طبعا ومثل العادة رح نرجع نتأكد من نتيجة سحب الليلة مع مريم وردة. تفضلي مريم. سحب يومية رقم 454 ليوم الثلاثاء 31 تشرين الأول 2017، والأرقام الرابحة هي لسحب يومية 3 2 8 0، لسحب يومية 4 9 8 7 0، لسحب يومية 5 6 2 3 1 0. ألف مبروك لجميع الرابحين. طبعا نحن بنضم صوتنا لصوتك مريم وبنقول ألف مبروك للجميع. أنت صبت شي رقم؟ يعني
قربتي؟ قربت يعني بلش الفرج يقرب. أكيد. انا بدي اتشكرك مريم لوجودك معنا اليوم. ميرسي إليك. وبدي اقول انه اكيد ما في احلى من الربح، وما في احلى من انه نختم شهر ونبلش شهر جديد بالارقام الحلوه، بالحظ الحلو، بالمبالغ الحلوه، ونصرفهم مثل ما بدنا وكيف ما بدنا. ما تنسوا انه تكسوا، كل ما تكستوا اكثر كل ما فرصكم بالربح بتزيد. نحن ملتقانا بيتجدد بكره بالوقت نفسه، من هلا لوقتها انتبهوا حالكم وباي باي. Support of IBL Bank presents Elton John and his band at Forum de Beirut on Sunday, December 10th. ب 12 تشرين الثاني مش بس نازل اركض، منزل معي المعلم توفيق. الاحد 12 تشرين الثاني لاقونا وخلونا نركض سوا ببلوم بانك بيروت ماراثون. LBCI مساء الخير، هذه أبرز عناوين نشرة الليلة. ماذا تخفي تغريدات الصديق السبهان وأخي سعد؟ وهل من تصعيد؟ عام على رئاسة العماد ميشيل عون بين الصلاحيات والممارسة. والجراح يطلب وقف التسجيل لينشر الغسيل مع كريدية، ويتحدث عن الشركتين الخاصتين. نشرة أخبار الثامنة من LBCI مع يزبك وهبي وديما صادق. طاب مساؤكم. منذ 48 ساعة غرد دبلوماسي السعودي الوزير ثامر السبهان مستغربا صمت الحكومة اللبنانية على حزب الله. ألغى الرئيس الحريري اجتماعاته ومواعيده وطار إلى السعودية. التقى ولي العهد واليوم السبهان. الحريري وصف السبهان بمعالي الصديق، والسبهان رد بتغريدة عن أخي سعد، وتضمنت أن اتفاقا على كثير من الأمور التي تهم الشعب اللبناني قد تم. فعلى ماذا تم الاتفاق؟ ما يريده السبهان ألا تبقى الحكومة صامتة عن حزب الله، فهل سيخرج رئيس الحكومة على صمته وعلى حزب الله؟ وفي حال الإيجاب هل نشهد تصعيدا بين بيت الوسط وحارة حريك؟ وفي حال عدم التصعيد ما هو مضمون الاتفاق الذي هلل له السبهان؟ شيء ما غير واضح إلى درجة الغموض، وقد زادته التغريدات غموضا. لكن التعقب السياسي لحركة ومواقف الرئيس الحريري بعد عودته من المملكة من شأنه أن يبلور طبيعة ما تحدث عنه السبهان أو مما طلبه من الرئيس الحريري.